بين يدي سيد الأنام لإظهار الإسلام، فقتل الرجال وجدل الأبطال في حومة النزال. فلم يبق بيت من قريش إلا وعمل صليل حسامه في جوانبه وأخنى على أهله وأقاربه. لا جرم بغضه أهل الشقاق، فأبطنوا الخلاف وأظهروا الوفاق. فحين عرف النبي ذلك من ضمائرهم إذ هو المطلع على ما في سرائرهم، قام فيهم بالوصية فيه وفي ذريته وبنيه مقاما بعد مقام، حتى أسمع كافة الإسلام. فلم يسعهم إلا القبول في الظاهر لما يقول. فلما توفي صلى الله عليه وآله وسلم ارتدوا وقصدوه وأساءوا إلى وصيه وقتلوه، وثنوا ببنيه وأشياعه ومواليه، فحقت عليهم كلمة الكفر بالارتداد التي وعدهم بها رب العباد. ويعني ابن عباس قال: حضرت مسألة فعجز عمر عن ردها، فقال: ما تقولون يا صحابة رسول الله؟ من ترون يقوم بجواب هذه المسألة؟ فقالوا: أنت أعرف منا. قال: كلنا والله يعلم ابن بجدتها والخبير بها. فقالوا: لعلك أردت علي بن أبي طالب. قال: وأنا يعدل بي عنه. قالوا: لو بعثت إليه لأتاك. قال: هيهات، هناك شمخ من هاشم وأثرة من علم، يؤتى لا يأتي، قوموا بنا إليه. فقام القوم بأجمعهم، فإذا هو عليه السلام في حائط له متكٍ على مسحات في يده يتلو قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى. ودموعه تجري على خديه، فأجهش القوم لبكائه ثم سكن وسكنوا. فأصدر إليه عمر مسألته وأدى علي جوابها، فقال: يا أبا الحسن، لقد أرادك الحق ولكن أبا قومك. فقال: يا أبا حفص، خفض عليك من هنا ومن هناك، إن يوم الفصل كان ميقاتا. فلما أراد عمر الانصراف قال: أؤنسك يا ابن عباس؟ قال ابن عباس، فأخذ بيدي وقال: يا ابن عباس، لقد كان ابن عمك أحق بهذا الأمر لولا ثلاث. قلت: وما هي؟ قال: حداثة سنه، ومحبته لأهل بيته، وبغض قريش له. قال: فقلت: يا أمير المؤمنين، تأذن لي في الجواب؟ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين، وأفلح من صلى على محمد وآله الطاهرين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين. ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم سادتي. ثبتنا الله على ولايتكم والبراء من أعدائكم لنفوز فوزا عظيما. يا غريب، يا مظلوم كربلاء، ولع الزمان ولع الزمان بكيدهم فتفرقوا، بالرغم شتى عن جوار المسكن. أما النبي فقد قضى وبقلبه من قومه قبسات جور مكمن، والبضعة الزهراء قضت من بعد ما ألقت بضرب سياطهم للمحسنين وبشربة السم النقيع عداوة من كف جعدة قد قضى ييل حسن السني وإليك عني لا تقل حدث بما نال الحسين فرزقه يا قد شقني أخشى عليك وأختشي أن تخرج الأرواح، يعني ما تتحمل مصائب الحسين وما جرى على الحسين يوم كربلاء.
أن تخرج الأرواح منا في لطاف الأعين فإذا أبيت العوذ فاجلس للعزاء أملي لسمعك بعض ما ألزمتني وأنا الكفيل بما طلبت بيانه مني ولكن فيه قد حيرتني. وين أوديك هذه الليلة حيث المصائب جمة لم أدر ما منها أقص عليك إذ كلفتني أمصيبة التوديع يوم خروجه إذ قال يا جداه عندك ضمني لا حاجة لي في الرجوع فأجابه خير الورى بتفجع وتحزني أحسين أيوة حسينا أحسين يا ريحانتي صبرا فهذه الدنيا كتب البلاء للمحسن يا حسين سافر واترك ديارك والأوطان جني أعاين جثتك للخيل ميدا ويلي والراس مثل البدور يزهر فوق الاسنان وياي من تلتفت زينب تشوف اقبالها يلوح يا حسين سافر بالحراير والنساوين تنذبح يا ابني ونسوتك تدخل دياوين إلك ها خل تنصب الشيعة لها حقلك يا حسين تعال شوفهم يا أبا عبد الله وهاي في هالظرف الاستثنائي اللي يعيشونه وبعد ما تركوك يا أبا عبد الله نظرة منك يا أبا عبد الله لكن خل تنصب الشيعة لها عليك يا حسين انت لتنجيها ويصير الذنب مصفوح تنجي يا عقلي بذبحك الشيعة من النار وبذبح شبانك وذيبح أطفال صغار وصير لأجلك كربلاء مقصد الزوار من عالم الذر هالأمر مكتوب في اللوح وويلاه بالله ردنا شدكم يا شيعة
وردوا جواب لا تنفني جملة الشيعة شيخ وشاب يعادل تعفر خد ابو سكنة بالتراب لا والذي من قبل آدم علم الروح أين المنادون وحسينا الأمر لله لا حول ولا قوة ولا عصمة ولا منعة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم تقدم الكلام في مجلس متقدم حول الآية المباركة وتوقفنا عند المسألة الثانية وهي في بيان مستوى فقه الخاص حول مسألة رجحان البكاء على الأولياء وإن استلزم البكاء الضرر التفت لي جيدا قد يأتي قائل يقول أنا قد أبكي على الأولياء وعلى المعصومين وأبكي على الحسين عليه السلام وبكائي هذا قد يجعلني أفقد بصري عيني تذهب أفقد هذا البصر فهل هذا الحكم وهو رجحان البكاء على الأولياء وإن استلزم الضرر باقي مع الضرر أو أنه متغير البكاء على الأولياء هل هو هذا الحكم يعني رجحان البكاء على الأولياء هل أنه باق مع وجود الضرر أو أنه مع وجود الضرر يتغير لا شك ولا ريب أن البكاء على الأولياء مستحب مؤكد وإن استلزم هذا البكاء الضرر
حتى لو يستلزم الضرر فهو ماذا؟ أمر مستحب، أمر راجح. والدليل على ذلك من خلال آية الحزن اليعقوبي. كيف استنطقنا هذا الحكم؟ استنطقنا هذا الحكم من خلال آية الحزن اليعقوبي، وهذا الحكم يتوقف على مقدمتين. المقدمة الأولى وهي في بيان أن الحزن اليعقوبي سار لشريعة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وليس مختص بشريعة يعقوب. شلون يعني؟ يعني يجي الآن واحد يقول سلمنا بأن هذا الأمر راجح وهو البكاء على الأولياء، لكن هذا الأمر راجح في شريعة من؟ في شريعة يعقوب، في شريعة نبي الله يعقوب، وليس هو أمر راجح في شريعة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. فكيف تسرون ذلك الحكم؟ كيف تأتون بهذا الحكم الذي هو مختص بشريعة يعقوب وتجعلونه يسير أيضا في شريعة من؟ في شريعة النبي صلى الله عليه وآله. نقول أن الحزن والبكاء على الأولياء ليس مختصا بشريعة يعقوب فحسب، بل هو سار المفعول حتى لشريعة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. من خلال ماذا إثبات ذلك؟ من خلال طرق ثلاث. الطريق الأول وهو طريق الاستصحاب. شنو يعني الاستصحاب؟ الاستصحاب قاعدة فقهية أسس لها فقه أهل البيت عليهم السلام. شنو معناها؟ معناها إثبات الحكم المتيقن في موارد الشك. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: من كان على يقين ثم شاك فليمضي على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين. يعني ماذا؟ يعني أضرب لك مثال. الآن مثلا أنا عندي ثوب وأنا كنت متيقن أن هذه الثوب ماذا؟ طاهرة، ليست نجسة، لكن بعد ذلك أشك هل أن هذه الثوب طاهرة أو أنها نجسة. شنو ماذا أصنع؟ يقول الفقهاء: تحكم بماذا؟ تحكم بطهارتها. ليش أحكم بطهارتها؟ لقاعدة الاستصحاب، لأني متيقن سابقا أنها ثوب ماذا؟ ثوب طاهرة، فأحكم عليها بالطهارة. زين، هذه معنات قاعدة الاستصحاب، وهي إثبات الحكم في إثبات الحكم السابق في موارد الشك. زين، خلينا نجي الآن إلى الحزن اليعقوبي. نحن نتيقن أن هذا الحزن والبكاء والأسى كان أمرا راجحا في شريعة من؟ في شريعة يعقوب. هذا الحزن، هذا الأسى، هذا البكاء كان أمرا راجحا في شريعة يعقوب. الآن أنا أشك هل أن هذا الحكم سار المفعول، فكما أنه راجح في شريعة يعقوب أيضا هو راجح في شريعة النبي أو لا؟ يقولون أيضا تستصحب الحالة السابقة من خلال قاعدة الاستصحاب، فبما أنه راجح في شريعة يعقوب أستصحب الحالة السابقة وأقول أيضا هو راجح في شريعة من؟ في شريعة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله.
هذا طريق أولي. الطريق الثاني، نحن أشرنا أن القرآن الكريم لما تحدث عن قصة الحزن اليعقوبي لم يأتي بها مجرد حكاية أو قصة من القصص، بأن القرآن جاء يسرد إن حكايات من الخيال، وإنما الله تبارك وتعالى لما ذكر قصص الأنبياء ومن جملتها قصة الحزن اليعقوبي ذكرها لماذا؟ للاقتداء، للتأسي، وهذا أجرنا عليه الكلام في المجلس السابق. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فكما أن هذا الأمر هو أمر راجح في شريعة نبي الله يعقوب، والله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن للاقتداء، فأيضا هو أمر راجح في شريعة من؟ في شريعة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وإحنا أشرنا في مجلس متقدم، قلنا ما دام أن القرآن الكريم ذكر الحادثة ولم يعقب، ذكرها ولم يعقب، فإذا سكوت القرآن عن هذا الأمر دليل على ماذا؟ دليل على أن هذا الأمر راجح ومستحب أيضا. الطريق الثالث، استناد الأئمة عليهم السلام بحادثة الحزن اليعقوبي. شلون؟ في كتاب كامل الزيارات، وهو من الكتب المعتبرة، يقول أحدهم: دخلت على الإمام زين العابدين عليه السلام فرأيته باكيا، فقلت له: سيدي، أما آن لحزنك أن ينقضي؟ بكاؤك أن يقل؟ لماذا هذا البكاء يتجدد يا ابن رسول الله؟ أما آن لحزنك أن ينقضي؟ ماذا قال زين العابدين عليه السلام في مقام الجواب؟ ماذا قال؟ قال: يا هذا، إن يعقوب نبي من الأنبياء، وفقد ولد من أولاده، فبكى وهو يعلم هو على قيد الحياة، فبكى وابيضت عيناه من الحزن، وأما أنا، زي العابدين يقول، وأما أنا فقد رأيت أهل بيتي مجزرين كالأضاحي على بوغاء كربلاء. شوف استناد الإمام المعصوم بحادثة الحزن اليعقوبي، هذا فيه دلالة على ماذا؟ فيه دلالة على أن هذا الأمر أيضا هو سار لشريعة النبي، وكما أنه راجح في شريعة يعقوب كذلك هو أمر راجح في شريعة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وإلا ما كان الإمام صلوات الله عليه يستدل بهذا الأمر. استدلال الإمام يدل على رجحان هذا الأمر أيضا في شريعة النبي صلى الله عليه وآله. المقدمة الثانية والأخيرة وبها الختام، وهي في مسألة بيان رجحان البكاء على الأولياء وإن استلزم ذلك الضرر، وهذا نستلهمه من موضعين في الآية المباركة. التفت لي جيدا. الموضع الأول وهو قول الله تبارك وتعالى: وتولى عنهم وقال: يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. شاهد الكلام في هالآية: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا. حرضة يعني ماذا؟ يعني شارفت على الموت، شارفت على الهلاك،
يعني بكى يعقوب على فراق يوسف حتى وصل به الحال إلى الهلاك، حتى وصل به الحال إلى أنه يموت على فراق ولده. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، هذه رواية جدا عجيبة غريبة، يقول عليه السلام: إن حزن يعقوب، التفت، إن حزن يعقوب على فراق يوسف يعادل حزن 70 ثكلى على فراق أولادها. 70 امرأة ثاكل، 70 امرأة ثاكل حزينة تبكي ليلا ونهارا، يعادل حزن يعقوب على فراق من؟ على فراق يوسف عليه السلام. إذن حتى تكون حرضا يعني شارفت على الهلاك، شارفت على الموت، وبكاؤه يعدل 70 حزن امرأة ثاكلة على ولدها. هذا موضع فيه دلالة على رجحان البكاء على الأولياء وإن استلزم البكاء الضرر. الموضع الثاني: وبيضت عيناه من الحزن. بيضاض العين يعني ماذا؟ بيضاض العين كناية عنه فقد بصره، بكى على فراق يوسف حتى فقد بصره صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فيه دلالة على ماذا؟ فيه دلالة على أنه بكى على فراق ولي من الأولياء وقد شارف إلى وشارف على الهلاك، وزيادة على ذلك ابيضت عيناه من الحزن، وصل به الحال من البكاء حتى أنه فقد بصره. هنا يأتينا إشكال، نطرح هذا الإشكال ونجيب عليه. الإشكال هو ماذا؟ الإشكال يجي واحد يقول أن العمى يعني فقد البصر من المنفرات، يعني تقول أنه لما فقد بصره يعني هذا تنفر منه الناس. والله سبحانه وتعالى لما أرسل الأنبياء أوليس له غرض من إرسال الأنبياء؟ غرض ماذا؟ الغرض هداية الناس، وهداية الناس يتطلب من أن النبي ماذا؟ يخالط الناس، يعاشر الناس. لكن لما يكون هذا النبي فاقد بصره، فقد البصر هذا منفر، ينفر الناس عن النبي، كما يقول القوم لما اجي إلى بعض الأنبياء مثل قصة مثلا نبي الله أيوب، القوم يقولون أنه أصيب بمرض الجذام وكانت تخرج منه روائح كريهة، هذه كلها يذكرونها عن النبي، نبي الله أيوب. زين، على أن هذا الأمر من المنفرات، وإذا صار النبي فيه منفر من المنفرات انتفى الغرض من بعثته، ونفي الغرض قبيح، والقبيح لا يصدر من العدل الحكيم. ماذا تقول في الجواب؟ نقول في الجواب أن العمى ليس من المنفرات، لا، بدليل ماذا؟ بدليل الوجدان. تتعيش الآن، كم من شخص سلب الله تبارك وتعالى منه نعمة البصر، لكن تعال شوف هالرجل هذا يقود مجتمع بأسره، يلتف حوله الناس. إذن هذا بالوجدان أنت تعيشه، بالوجدان تعرف هذا الأمر بأن العمى ليس من المنفرات كما يدعي البعض، وإنما قد أن يكون هذا الشخص فقد بصره لكن مع ذلك يلتف حوله الناس، إذن هذا ليس من المنفرات. فبكى يعقوب على يوسف حتى
تبيضت عيناه من الحزن. لذلك ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: البكاؤون خمسة، آدم ويعقوب ويوسف وفاطمة الزهراء وعلي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. إذن بكى يعقوب على فراق يوسف حتى ابيضت عيناه من الحزن، فهو كظيم. لذلك هنا تعرف مقام ذكر الإمام الحجة. إذا هذا ابيضت عيناه، تعال شوف مولاك الإمام الحجة ماذا يقول: فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما. شوف هذا المقام، ذاك بكى حتى بيضت عيناه، وهذا يقول: لأبكين عليك بدل الدموع دما. حتى تعرف معنى الحسين، حتى تعرف مكانة الحسين اللي رسول الله في بعض الروايات النبي يمر على دار الزهراء، يخرج من داره ويمر على بيت فاطمة ويسمع الحسين يبكي. تدري شو تقول الرواية؟ تتعطل قدماه، ما يقدر يمشي رسول الله، حتى يقول لابنته فاطمة: بني أسكتي، إن بكاءه يؤذيني، ما أتحمل أسمع الحسين يبكي. أنت خاطبة في مثل هالليالي والأيام، وين ما أنت جالس ها؟ خاطبة هاليوم رسول الله صلى الله عليه وآله اللي ما يقدر يسمع الحسين يبكي، شلون حال رسول الله وقد جاء الحسين لوداعه؟ يجلس على شفير القبر يصف قدماه بأبي ونفسي، ثم يصلي ركعتين، ثم يجلس على القبر الشريف مناديا: جداه يا رسول الله، أنا الحسين فرخك وابن فرختك وصبتك الذي خلفتني في أمتك، فاشهد عليهم يا رسول الله، إنهم ضيعوني وخذلوني ولم يحفظوا قرابتي منك يا رسول الله، ضمني عندك يا جداه. هاي أبياتك ها، في هذا الضريح علني يا جد من بلوى زماني، أستريح ضاق بي يا جد من فرط الأسى، كل فسيح فعسى طود الأسى يندك بين الدكة، جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم راسي قبل أبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونداء بافتجاع: يا حبيبي. بعد مرة: ونداء بافتجاع يا حبيبي، أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء لبلاء، لكن الماضي قليل في الذي قد أقبل، فاتخذ درعين من صبر وحزم سابق.
بني ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء وستبقى في ثراها عافرا منجدلا وكأن لي بلئيم الأصل شمرين قد على صدرك الطاهر بالسيف يحز الودجين ودع الحسين قبر جده رسول الله وداع مفارق وجاء إلى قبر أمه فاطمة مناديا السلام عليك يا أمه يا فاطمة ابنة رسول الله أنا خارج عن وطن جدي نادى بلسان الحال في داعة الله يا زكية بنت النبي خير البرية أنا رايح لأرض الغاضرية من طلعتي ما عاد جي أراد الحسين أن يودع قبر أمه مناديا في أمان الله من القبر قعد يا زهرة حسين لاوي على الراحي زوادي من وداع شبلك يا حزينة قبل شيل زوادي من وداع شبلك للوطن ما له رجوع هالمصيبة يا بتولة نسيتك كسر الضلوع والتي الزهرة بقبرها وارتفع منها الوانين صارخة ودعتك الله وياي وياي يا حبيبي صارخة ودعتك الله من الوطن يا بني تشيل اسمع جثتك تبقى رومية وجسمك الدوسه الخيل وحسينا الحيل تحضر لك الهادي والوصي خير الرجال حين يجيك ابن الضباب ادوس صدرك بالنعال ما تضوق الماء يا ابني يا لهم صاب فاضي الله يحفظ هالشاعر ها جارت الأعداء عليكم واذبحا وحتى الرضيع فاصل راسك عن رقبتك وانت تصرخ باللبي وين جدي وين أمي يا لهم صعب شجي والوديعة تنظرك وشوف راسك على رماح ظلت تنادي يا نسوى استعدوا الخدر راح وين عباس الكفيل واخواته باقي هلي ينظروا خيتهم يسيرة حايرة بلايا ولي أين المنادون وحسيناك
لكن قوض ضعون من المدي اين وسافر حسين خايف من خلفه محمد وام الابني وحالة محمد يا خلي اقتشج الاعادي مشقوق جيبه ويلطم الهامه وينا يا حسين لا تسوق الضعان ذايب وفا كلمة تلوم الناس يصف جراح ليد من الوجد نشفت لك بعد عدنا وحدها لما تحرك الحسين تعلقت بركاب أبي الفضل العباس وهي تنادي عم يا أبي الفضل توسل لأبي الحسين أن يأخذني معكم إلى كربلاء وإذا بالحسين بلسان الحال بيت الدعاء أسألك الدعاء هذه ما هي مكتوب بتتودى هدية ولا هي خويا من سباه يا الغار ردي يا بنتي وردتي تصعب علي وطلبي من الله يعودنا لديار طيبة اشنادت الى الحسين قالت يمتى يجي المندوب ويصيح البشارة يا اهل المدينة زينوا لحسين دا نذر علي لعطي الطار شبشار وانشر بيارق في المدينة شمال ويمي خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم يا الله نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم فرج عنا وعن أهلنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها فجماعتي الحاضرين والمستمعين والمشاهدين في أنفسهم وأهلهم متعلقين فردا فردا المؤسسون الباذلون تقبل عملهم بأحسن القبول ولأمواتكم وأموات المؤسسين موت المؤمنين والمؤمنات بلغ اللهم الجميع ثواب المجلس والفاتحة مع الصلوات.